أنا ما بخاف على بلد هل أدي أبنائه ملتحمين بجيشه. هالمرة مش مثل السبعينات وخاصة الخمسة وسبعين، بس الجيش اللبناني ما عاد عنده غطاء شعبي ولا غطاء حكومي. اليوم كل لبنان ملتف حول الجيش اللبناني. من هيك أنا مطمئن كلنا سوا حد الجيش اللبناني. نحن كلنا بنقول الاحتراف هي الطريق لهالبلد، هي خلاص لبنان. اللبنانية هن محترفين بالعالم كله، بدنا اياهم بلبنان يكونوا محترفين. يمكن الجيش اللبناني بالدولة اللبنانية كلها هو الجهاز الأكثر احترافا. القوى الأمنية اللبنانية كلها والقوى العسكرية كلها سوا عم تعمل إداء مميز، عم نشهد لإله كلبنانية لأنه بعدنا عم نقدر نعيش في هذا البلد بهالمنطقة المشتعلة، ولكن عم يشهدوا لإله كل العالم باحترافه بالتزامه. بس نشوف ضباط وأفراد عندهم هالقد احتراف ولكن هالقد التزام، نحن بنقدر نقول لبنان بألف خير. بدي حيي الجيش اللبناني وقول له نحن كلنا حدك. هاللحظات المفصلية نحن كلنا جيش لبناني، وإذا تطلب منا دم نحن مستعدين. باسم كل شاب وصبية عم يحلموا بلبنان أفضل، نحن منقول لهم للجيش اللبناني الله يوفقكم، الله يحميكم، لبنان كله لألكم.